غرد حساب السفارة السعودية في الولايات المتحدة على تويتر ردا على السناتور الأمريكي ماركو روبيو، والذي اتهم السعودية في تغريدة قبل أيام بتقويض الجهود الأمريكية في دعم الشعب الفنزويلي والتعاون مع نظام مادورو بما يمكنه من جني أرباح. حساب السفارة السعودية في واشنطن رد، وجاء في التغريدة أن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري المالكة لناقلة النفط العملاقة بقيق توضح أنها أبحرت من البحر الأحمر خالية من أي حمولة باتجاه ميناء خوسي في فنزويلا لتحميل شحنة لأحد عملائها الدائمين في الهند، وأن الاتفاق على هذه الشحنة تم بتاريخ 9 يناير 2019 قبيل فرض العقوبات الأمريكية على فنزويلا بتاريخ 28 يناير 2019. ومن المتوقع أن تكتمل رحلة الناقلة بجيك قبل نهاية فترة الإعفاء المسموح بها للاتفاقيات.